تعرفي شي عن المعمل؟ فارس قلو عليها؟ خلاص يا أسماء بشرفك خلاص. فارس ما هو حق بكل كلمة قالك إياها. حاسسني قلبي إنه في شي مخبينه علي أنت وسلمى. جوزك إذا لقينا لا فارس ولا بي ولا فارس بده يحمينا. أنت شو عتعني هون؟ إيه؟ شو عتعني هون؟ بتحكي على حالك ولا علينا؟ المهم ما حدا يعرف بهالموضوع خاصة فارس. الجزء الثاني من ما فيه. رح خبر فارس عن عامر، رح خبره كل شي يوميا ما عدا الخميس والسبت بعد الأخبار على الـ MTV.